مريم. طيب شو علاقة البداية بالنهاية اللي قرأناها؟ دققوا. انتوا شو اللي بيشغلكم اليوم؟ انتوا اللي بيشغلكم اليوم انتصار الحق. لأنه ايش معنى انتصار الحق؟ انتصار الحق معناته يسود الحق في الأرض وسعادة البشر وتفاصيل طويلة. ولكن انتصار الحق بيعني حتما هزيمة الباطل، لأن هدول حدين مقابل بعضهم حتما. إذن الرحمة متمثلة في أمرين: انتصار الحق وهزيمة الباطل. يعني هزيمة الباطل رحمة، رحمة. وانتو شو اللي طالبينه اليوم على ضوء ما بتشوفوا الواقع القائم الآن وهالاضطرابات ومش شايفين مظبوط وين رايحة الأمور؟ وكأنه في بعض الناس بيحبوا انه لما اتحدث اني اتوه في التفصيلات، كل ما حصل حادثة هنا ولا هناك نقعد نحللها. ليش نحللها؟ لابد نعطيكم النهاية. احنا نحلل التفاصيل الصغيرة الصغيرة، الملك الفلاني عمل هيك، ورئيس الجمهورية قال عمل هيك، وفلان. هذه تفصيلات تسمعوا كثير فيها في تحليلات في الانترنت وفي التلفزيونات والتفاصيل. نخوض فيها ولا نيجي لأساس المسألة اللي يعطيكم الضوء؟ ليش اللي كان يشغل زكريا عليه السلام؟ امتداد. وآخر آيات نقرأها الآن، لاحظوا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود، كلمة ود على فكرة منكرة، والتنكير هذا بدل على التكثير تماما. اللي كان شاغل زكريا في البداية هو اللي شاغلكم اليوم، انه استمرار الحق واهل الحق وانتصار الحق، وفي المقابل ايش؟ هزيمة الباطل. اخر ثلاث ايات اذا لما ختمت فيها السورة تتحدث الموضوع ولا لا؟ منشوف، وبتعطيكم الضوء للامام. تمام. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا الجانب الاعتقادي اللي هي بسموها عقيدة، وعملوا الشريعة العمل، تصديق وتطبيق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، مين اللي يجعل؟ الله. بده يبرز صفة الرحمة الآن سبحانه وتعالى. سيجعل لهم الرحمن، اللي بتذكركم وين قلنا سورة مريم كلها 16 من 57 28% رحمن. هذا غير قضية ذكر الرحمة ورحمة منا من رحمتنا وردت في السورة برضو، ورد تعبير. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنا شايف على فكرة على ضوء ملاحظتي لتاريخ الأمة قديما اللي درسناه أو اللي عشناه، الناس لازم نثق الآن في الناس أكثر الحقيقة من ناحية الاعتقاد والإيمان في باتجهوا في اتجاه صح، ومن ناحية سلوك صح. لا يزال في أخطاء والمسألة بتحتاج، ولكن إحنا ما بننزل الناس بميزان الذهب، ولكن لما نقارن بين شو كان الماضي اللي عشناه إحنا، أنا بذكر لما كنا في صلاة المغرب، وأنا سبق قلتها هنا في هذا المسجد، الإمام رحمه الله والخادم اللي كان في المسجد رحمه الله اختيار حج محترم، حج إلى الكعبة ماشية من هون من فلسطين، ها، وأنا وراء مع الاختيار بس، وكان في غناني هون في المنتزه بتشوش على صوت الإمام في صلاة المغرب. الموجودين كم؟ الإمام واثنين. كل الناس وين محتشدة؟ في المنتزه هذا، ومش واسع المنتزه، والناس راكبين الأسوار. أنتم بتعرفوش شو كانت الناس وكيف بتنتقل، ولن يأتي يوم يعني تكونوا راضين عن الناس حتما، لأنه المسلم دائما ميزانه حساس.
الأصل هيك ماشي. لما بيرضى الإنسان عن نفسه معناته أصبحت المسائل سلبية عن نفسه أو عن المجتمع بشكل عام، صار راضي معناته المسألة مش تمام، معناته مش تمام لما بترضى. الأصل طيب.